ومعنا في الاستوديو لمناقشة هذه القضية الأستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. أهلا بك. في الحقيقة القضية اللبنانية أو الحالة اللبنانية تختلف عن غيرها، لأننا كما لاحظنا وجود مظاهرات لليوم الرابع على التوالي، لكن المعالجات متعددة ومختلفة. فالحكومة خرجت بورقة إصلاحات اقتصادية، بعض الأحزاب انسحبت من الحكومة، أحزاب أخرى دعت إلى بقاء الحكومة وإلى دعمها، يعني قضية تتفاوت فيها الآراء بشكل واضح. كيف تقيمون الحالة اللبنانية حتى هذه اللحظة؟ ما يحصل عندنا في لبنان أن التظاهرات بتزايد، سواء على مستوى العددي في كل ساحة وعلى مستوى الجغرافي التوسع الجغرافي. نحن لأول مرة نشهد مد شعبي غير طائفي في لبنان، لا يحمل شعارات طائفية، شعارات عفوية غير طائفية وليست منظمة من قبل أي نخبة. لأول مرة يبدو أن يظهر أن الصراع في لبنان هو صراع طبقي وليس صراع طائفي، صح التعبير، هو صراع بين الطبقة الوسطى والطبقة المسحوقة من ناحية، وطبقة من الأثرياء الكبار من كبار المسؤولين الذين أصبحوا أثرياء بفعل الفساد وليس بفعل أعمال اقتصادية حقيقية. هذا تغير برأي جذري في عقلية الشارع اللبناني وفي عقلية العقلية السياسية الجمعية في لبنان. هذا أخطر وأهم ما في هذا الموضوع. والموضوع الآخر المهم أن التزايد الشعبي يزداد مع كل خطوة تقوم بها الحكومة. بداية شهدنا صدامات في الشارع، بعد الصدامات حصل تزايد في عدد المتظاهرين، شهدنا كلمات للمسؤولين تدعو إلى التروي فتصاعد العدد أكثر. اليوم مع تسريب النقاط الموجودة في الورقة أيضا تضاعفت أعداد المتظاهرين. هذا يعني أن كل ما اتخذت الحكومة خطوة يشعر المواطن اللبناني أنها فعلا غير جادة بالاستجابة لمطالبه، فتزداد عمليات التظاهر، وربما نحن في مرحلة تصاعد وليس في مرحلة تهدئة. نعم، نتحدث عن هذه الورقة الاقتصادية وما مدى أهميتها قياسا مع المطالب والشعارات التي ترفع في الشارع اللبناني اليوم. بتقديري الشخصي أن الورقة الاقتصادية هي قدمت حلول سطحية وليست حلول جذرية للمشكلة. هي لم تضع على مسألة التهرب الضريبي، لم تضع على مسألة إعفاءات ضريبية بعشرات ومئات ملايين دولارات صدرت منذ أشهر بحق شركات كبرى يملكها سياسيين لبنانيين. لم تفكر في عملية مكافحة التهريب المنظم، لأنه ليس تهريب هامشي وتهريب منظم عبر مرفأ بيروت وعبر مناطق أخرى. لم تكافح مسألة إعادة الأموال المنهوبة بشكل رئيسي وواضح، وبالتالي المشكلة الجذرية ليست موجودة. الحكومة حتى الآن أيضا لم تقدم خطة أساسية لإعادة الاقتصاد اللبناني إلى شكله الطبيعي وليس مجرد اقتصاد خدمات بدون زراعة وبدون صناعة وبدون اقتصاد حقيقي وفاعل على الأرض. وبالتالي الدولة الحكومة اللبنانية بتقدير أنها لم تقدم حل منطقي حتى لو الشعب وافق عليه. الأزمة بعد أشهر مقبلة ستظهر، ستنفجر من جديد الأزمة. الموضوع الثاني بتقديري أن الشعب يريد الآن نتائج ملموسة، مثل استقالة حكومة أو الدعوة للانتخابات مبكرة أو حل البرلمان أو أي شيء من ذلك، ليشعر أنه أثر أقل شيء. مع أني أرى أن مجرد استقالة الحكومة لن يؤدي إلى نتائج ملموسة، لكن عمليا الشعب يريد فعلا أن يرى نتائجه، أو أن هناك احترام لدعواته بنتائج ملموسة وليس بمجرد حبر مكتوب على ورق لن نرى نتائجه إلا ربما بعد شهور وسنوات. في ضوء ذلك ربما يلح علينا سؤال الآن حول السيناريوهات المتوقعة في خلال الأيام القادمة. ماذا تتوقعون من خلال متابعتكم الحثيثة؟ أنا أقدر أن هناك سيناريو هو خطير ليس بسيط، هو الشارع مقابل الشارع، بمعنى هناك أحزاب ستحشد شارعها مقابل الشارع الموجود الآن المنتفض على الحكومة الحالية، وهذا سيناريو خطير لأنه ربما من هي تلك الأحزاب؟ على الأغلب سيكون حزب الله وحركة أمل وتيار الوطني الحر، تيار المستقبل. يعني رئيس سعد الحريري أظن هو غير قادر على الحشد الشعبي الآن، لأن مناطق نفوذه الرئيسية تقريبا تشهد مظاهرات هائلة رافضة لوجود الحكومة، مثل طرابلس كما نشاهده في طرابلس، وأعداد كبيرة. طرابلس في حياتها لم تشهد تظاهرة بهذا الحجم. لكن أظن بشكل رئيسي التيار الوطني الحر، يعني الرئيس عون وحزب الله وحركة أمل، سيحشدون ربما في الأيام المقبلة. هم سيهددون، ونصر الله هدد بذلك، ربما في الأيام المقبلة سنرى ساحة مقابل ساحة كما حصل عام 2005 لما قوبلت
ساحة الشهداء بساحة رياض الصلح، يعني 14 آذار مقابل 8 آذار، ربما هذا السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة لي سنراه في الأيام المقبلة. لكن حاليا في هذه الأيام إلى أي مدى تظن أن الشعب اللبناني في مظاهراته في الأيام الأربعة الماضية كسر قاعدة المحاصصة الطائفية ويحاول بشكل أو بآخر لتجسيد قاعدة جديدة تكنوقراط أو أي شكل آخر بعيدا عن هذه الطوائف؟ برأيي أن الشعب اللبناني فاجأنا جميعا وفاجأ نفسه والكل في ذهول فعلا من كيف استطاع هذا الشعب خلال 24 ساعة أن يكسر كل المعادلات الطائفية. اليوم الشعب اللبناني يوجه كل ابن كل طائفة يوجه انتقاد إلى زعيم طائفته بالدرجة الأولى، وبالتالي أصبح مدرك الشعب اللبناني أن المعضلة ليست طائفية كما أشرت في بداية كلامي، وأنه فعلا هناك طبقة سياسية تتحالف فيما بينها ضمنيا يعني تحت الطاولة أو فوق الطاولة، والنتيجة أن هناك الطبقة الوسطى تختفي تقريبا، الطبقة الفقيرة أصبحت مسحوقة، وبالتالي الناس أدركت أن المشكلة هي طبقية، المشكلة هي سياسية، وأن الوجه الطائفي لها هو مجرد لعبة سياسية لإدارة الصراع من قبل الطبقة الحاكمة وليس عمليا هو جوهر المشكلة في لبنان. الطائفية موجودة في كل دول العالم، ليست مشكلة، المشكلة في نظام سياسي طائفي وفي طبقة سياسية تستغل هذه الطائفية السياسية لمصلحتها. لذلك في الحقيقة هناك من يطرح وجهة نظر أخرى وجيهة سيد عبد الرحمن، وهي أن رفع سقف المطالب بهذه الطريقة قد لا يكون أمرا جيدا في هذه المرحلة بالنسبة للشعب اللبناني، لأن النظام السياسي الموجود هو نظام طائفي. تخيل الآن أن الشعب اللبناني بدلا من الاستماع إلى صوته الحر الذي خرج بهذه الطريقة العفوية ويرفع مطالب مشروعة جدا بالنسبة لكل الشعوب، سيواجه في المستقبل ربما بأسوأ سيناريو كما تفضلت، هو مواجهة جمهور بجمهور آخر. هل تعتقد أن هناك واقعية في هذه المطالب الموجودة حاليا؟ البديل عن هذه المطالب هو الدخول في فوضى أخطر، في انهيار اقتصادي الإدارة الحالية للبلاد، لأنه لا أحد يتحمل مسؤولية، هو كما يحصل في العراق، يعني هذه الديمقراطية التوافقية غير المنطقية تؤدي أن لا أحد يتحمل مسؤولية، وبالتالي جميع الأطراف المشاركة في الحكومة يعني تتوسع في الفساد وفي هدر المال العام على اعتبار أنني لن أتحمل مسؤولية لوحدي وأن المسؤولية ستتوزع، يعني الدماء أو يعني المسؤولية ستتوزع بين القبائل كما يقال في عند العرب يعني، وبالتالي تفرق المسؤولية شجع فعلا هذه الطبقة الحالية موجودة منذ 3 سنوات إلى اليوم إلى جرأة غير مسبوقة في لبنان في الفساد وفي الاستعلاء على الشعب وفي حتى اتهام الشعب نفسه بالفساد بدل أن يصلح أنفسهم، وبالتالي هذا هو استفز الشعب اللبناني، وما نراه على الشاشات ربما حتى من شتائم هو تعبير عن أن الشعب اللبناني يشعر أن كرامته هذه المرة جرحت كشعب وكناس هم ضحايا وسكتوا طويلا، لكن هذا السكوت الطويل أدى إلى استشراس الطبقة السياسية، وبالتالي عمليا لو أن الشعب لم يثور لم يقدم هذه المطالب نحن ذاهبين إلى انهيار، لأن لا أحد في هذه الحكومة يشعر بالمسؤولية عن هذا الانهيار. الدين العام 100 مليار دولار وهو رقم كبير جدا، بالتأكيد نحن ذاهبين إلى انهيار إن لم يكن هناك إصلاح حقيقي. الحديث عن الجهات المسؤولة والحديث أيضا عن من يقف خلف هذه الجهات، ونتحدث عن دول بعينها تقف وراء كل حزب سياسي في لبنان، إلى أي مدى ستحاول هذه الدول التأثير بشكل أو بآخر على مسار الحراك الشعبي اليوم في لبنان؟ الأحزاب السياسية هي خارج هذا المسار، الحراك بدأ شعبي وحتى الآن مستمر شعبي وبشعارات شعبية وهو بعيد عن هذا المسار. هناك نعم الحل هو ليس بيد الدول الخارجية، على الأحزاب السياسية كلها وهي مؤيدة للجهات الخارجية أن تتصالح مع الشعب أولا، بعد ذلك يأتي دور الأجندات الخارجية في هذا الموضوع. أنا بتقديري أن المشكلة الآن عليهم تقديم ما يثبت حسن نيتهم تجاه هذا الشعب، لأن الشعب الورقة لن تقبل شعبيا، أتوقع ذلك. نحن نتكلم عن عقل جمعي لا نستطيع أن نتنبأ به بشكل دقيق، لكن الواضح في الشارع وفي الأرض أن الورقة التي قدمتها الحكومة لن تقبل من قبل الجهات الشعبية، وهناك توجه إلى تصعيد من نوع ما، وبالتالي الخطوة الآن هم يجتمعون. أظن أن المجتمع الدولي والداعمين الخارجيين كلهم يريدون التهدئة في لبنان، حتى أظن هناك ربما بيان الخارجية الأمريكية يدفع بهذا الاتجاه، وإيران هي المتضرر الأكبر من أي فوضى حاليا في لبنان، وبالتالي الكل يدفع باتجاه التهدئة، لكن الطبقة السياسية عليها أن تتواضع لهذا الشعب وفعلا أن تقدم حلول حقيقية ومنطقية. شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد الرحمن صلاح الدين ضيفنا في استوديو الرافدين الكاتب الصحفي، كنت حاضرا معنا، شكرا جزيلا لكم.